في سياق هذه التغطية. الآن ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله السيد محمد هواش، الكاتب والمحلل السياسي. سيد هواش، المشهد من وجهة نظرك والوضع، هل يقودنا اليوم في هذه اللحظات إلى التهدئة تكون قريبا أم مزيدا من التصعيد؟ يعني من الواضح أن هناك جهود من أجل التهدئة، جهود عربية وجهود دولية، وأن الإدارة الأمريكية تحدثت علنا ورسميا وأرسلت مبعوثا وصل إلى المنطقة وبدأ محادثات. يعني هناك جهود من أجل هذه التهدئة، ولكن يعني حتى الآن ما يجري على الأرض في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي مناطق 48 مناطق، يعني ما يجري شيء غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي. هناك محاولة تأسيس مسار جديد في إسرائيل يستهدف العرب، وجود العرب وحقوق العرب المواطنين في إسرائيل أولا، والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ثانيا. و تريد إسرائيل أن تقول بأنه لا حق للفلسطينيين يعني ليس للفلسطينيين أي حقوق في هذا المكان، أن يكونوا موجودين كأفراد، وبالتالي هذا يؤسس يعني صفحة جديدة في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويؤسس لتوتر شديد في المنطقة برمتها، ويؤسس لنسف كل جهود السلام التي فشلت بالأساس، ولكن يؤسس لطي صفحة هذه الجهود وبدء صفحة جديدة تبني على النكبة، نكبة 48، بمعنى محاولات إسرائيل يعني القيام بعمليات تطهير عرقي، محاولات السيطرة، تجريد الفلسطينيين من أي حقوق حتى حقوق فردية حصلوا عليها في مناطق 48 أو في منطقة القدس، ويعني اعتبار إسرائيل أن يديها مطلقة بالكامل وتستطيع أن تفعل ما تريد، تستخدم القوة والغطرسة، ويعني تستخف بالقوانين الدولية، بالقانون الإنساني، بكل ما يعني حتى بالأعراف الدولية وبالعلاقات العامة تستخف بها، وتريد أن تقول بأن لا مكان للحياة في هذه المنطقة إلا للإسرائيليين ولليهود فقط. وهذا يعني ما أشرت إليه بأنه يؤسس لفتح صفحة جديدة من الصراع يجب أن تنتهي بسرعة، وإلا قد نكون أمام كارثة كبيرة جدا في المنطقة تؤسس لها الجماعات المتطرفة التي تقود إسرائيل اليوم بزعامة بنيامين نتنياهو، والتيار اليميني المتشدد الذي يرعاه بنيامين نتنياهو تحديدا وجعل له 6 مقاعد في الكنيسة الجديدة بزعامة سموتريش وبن غفير، الذين يعني يتمركزون داخل حي الشيخ جراح، يريدون يعني فرض وجر الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي إلى عمليات تطهير عرقي، وحتى ذهبوا إلى مدن الداخل والبلدات العربية، ربما إلى مدينة اللد كما تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية، والمواجهات التي تزال مستمرة في تلك المدن والبلدات. لكن سيد هواش، نعم تفضل. هناك يعني هناك، لذلك أتحدث عن مسار خطر جدا. هناك اليوم يعني إسرائيل تقوم بإغلاق قرى وبلدات ومناطق عربية بالكامل في الجليل، في مناطق 48، تغلقها بالمكعبات الإسمنتية كما تفعل، وتحاصر القرى الفلسطينية في الضفة الغربية خلال المواجهات وأثناء الانتفاضة، وهذا أمر لم يحدث منذ عام 1948، وبالتالي هناك يعني مرحلة شديدة الخطورة، مسار شديد الخطورة على إسرائيل وعلى الفلسطينيين وعلى المنطقة بالكامل، وبالتالي يجب يعني رؤية هذه الأمور بخطورتها وبجديتها وبأهميتها، وعدم الارتكان إلى أي تصريحات من هنا أو هناك تحاول تجميل الوضع أو تحاول القفز عن هذه المشاكل وكنسها تحت البساط، والحديث عن يعني مجرد مشكلة مع
يعني في 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 قطاع غزة مع إطلاق صواريخ وإرهاب فلسطيني بين مزدوجين، ويعني الادعاءات الإسرائيلية السخيفة التي تطلقها على الفلسطينيين باعتبارهم يعني ليسوا شعبا وليسوا دولة وليس لهم أي حقوق باستثناء أن يأكلوا ويشربوا وأن يعملوا عبيدا داخل يعني المنطقة التي تسمى أرض إسرائيل الكاملة. هذا المشروع، مشروع أرض إسرائيل الكاملة، يجب أن يقف المجتمع الدولي تماما أمام هذا المشروع، لأنه يؤسس لتوتر شديد لقرون في المنطقة. الفلسطينيون لن يسمحوا لهذا المشروع أن يمر. لا أعتقد بأن الفلسطينيين في أي مكان في 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 الضفة الغربية وفي غزة وفي مناطق 48 سيسمحون لهذا المسار بأن يتطور وبأن يأخذ يعني يحتل الحيز العام، وبالتالي يعني هناك يعني يجب أن يفسح المجال لهذه الجهود، ويجب دعم هذه الجهود دبلوماسية بدبلوماسية عربية قوية وواسعة، وعدم يعني الاستهانة بالمخاطر التي يعني تجرها. نعم السيد هواش، يعني أنت تعرج ربما على مجموعة من القضايا ومجموعة من الملفات ومتعلقاتها بجولة التصعيد الإسرائيلية هذه على قطاع غزة. في حال استمرت هذه الجولة إلى أين ستقود؟ وفي حال تم الإعلان عن تهدئة ينتظرها الجميع في هذه اللحظات، ما السيناريو؟ يعني هناك حاجة للتهدئة، بما في ذلك الإسرائيليون المتطرفون يحتاجون إلى التهدئة، بما في ذلك بنيامين نتنياهو الذي تمكن من جلب حزب يميني من معسكر المعارضة لمعسكر اليمين بزعامة نفتالي بنت، وهو يستطيع الآن أن يعني يمنع المعسكر المعارض من تشكيل حكومة إسرائيلية ويذهب إلى انتخابات إسرائيلية جديدة، ويعني استطاع أن يكسب هذا، يعني يحقق هذا المكسب. أعطى الجيش والشرطة والأمن والمخابرات حق التصرف مع العرب في 48، و اعتبر انه هذا يعني مساله خطره جدا، ويجب نشر الجيش الاسرائيلي في كافه مناطق 48، ويحاول يعني التوازن، عمل توازن بين التهدئه في غزه وال يعني التوجه نحو يعني ضمان امن اسرائيل بالكامل. واعتقد بان يعني اذا تمكن بنيامين نتنياهو او اذا نجحت التهدئه فهناك مصلحة للحكومة الإسرائيلية في ذلك. يعني فيما يتعلق بقطاع غزة ومعركة والمعارك التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة، يجب معرفة أن قطاع غزة خارج أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بالقضية الفلسطينية، وبالتالي لا يوجد هدف سياسي استراتيجي من أجله يعني تقوم إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي يعني بعمليات عسكرية من نوع احتلال قطاع غزة و تكبد خسائر هناك. لا تريد إسرائيل أن تتكبد أي خسائر في قطاع غزة، لأنه لا توجد لديها استراتيجيا أي أهداف في قطاع غزة سوى ترك هذا القطاع لمصيره، وهي تريد السيطرة على الضفة الغربية والقدس بالكامل، ولا تريد للفلسطينيين في هذه المنطقة أن يؤسسوا لا لحكم ذاتي ولا لدولة فلسطينية. يريدوا أن يبقى الفلسطيني مجرد عامل فقط لغير، لا يملك حتى الأرض أو المسكن الذي يسكن فيه. وبالتالي يعني هناك مشروع كبير، فيحتاج إلى تهدئة في قطاع غزة، والالتفات إلى مستقبل دولة إسرائيل أن تكون دولة يعني دولة إسرائيل الكبرى. نعم سيد هواش، ولكن بنظر إلى هذه الأزمات المتداخلة التي تذكرها، الأزمة التي تحدثت عنها، الأزمة السياسية المستفحلة الممتدة منذ عامين نتيجة التصدعات الموجودة في البنية السياسية، والتي لا يمكن جسرها بسهولة كما أشرت، يعني الأزمة الثانية كما تحدثنا أنه المواجهة العسكرية الآن مع قطاع غزة، وأن كثيرون يحتاجون إلى تهدئة. ماذا عن انتفاضة الفلسطينيين في الداخل، والتي فاقت حسب كثيرين في نطاقها وعنفوانها وشعبيتها أيضا هبة أكتوبر عام 2000؟ هل الأمور يعني ستنتهي بانتهاء الأزمة الآن مع قطاع غزة عسكريا؟ لا أعتقد بأنها ستنتهي، ربما تنتهي بتراجع إسرائيل بالكامل عن يعني عمليات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح،
والتزام إسرائيل بعدم توسيع المستوطنات في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، ومن دون التزام إسرائيل بهذا يعني بهذا المبدأ، بهذا الاتجاه، بهذا العمل، لا يمكن للفلسطينيين أن يوافقوا على يعني أي حديث عن مستقبل المنطقة، ولا يمكن للفلسطينيين أن يقبلوا بأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل أزمة القدس وقبل أزمة حي الشيخ جراح، لأن ما جرى بعد ذلك يعني ما جرى في قطاع غزة هو انعكاس لما جرى في المسجد الأقصى في شهر رمضان، ويعني أزمة محاولة الاستيلاء بالاحتيال وبقوة القانون العنصري ويعني غطرسة الحكومة اليمينية المتطرفة وغطرسة اليمين الجديد الذي يسيطر على إسرائيل. لا تريد للفلسطينيين أن يكون لهم أي مكان وأي وجود وتريد أن تسيطر على منازلهم بكل الطرق، وبالتالي يعني هذا لن يمر على الإطلاق. الفلسطينيون يعرفون تماما ماذا تريد إسرائيل وماذا تريد هذه الحكومة، ولن يسمحوا بالعودة إلى سيد هواش مفاوضات من أجل المفاوضات، ولن يسمحوا أيضا يعني بإسرائيل بأن تسيطر على أراضيهم وتسلب هذه الأراضي من دون ردود أفعال فلسطينية واضحة وحقيقية ومؤثرة. ختاما بالنسبة لموضوع الحكومة، يعني هل الآن يمكن أن تنتشل إسرائيل بتشكيل حكومة وحدة يمينية تجمع الفرقاء من المعسكرين، معسكر التغيير ومعسكر نتنياهو، بالإضافة لمن يتذبذب الآن من الأحزاب حزب يمينة والقائمة العربية الموحدة في هذه المرحلة، أم أن هذه الأزمة ستبقى معمقة وستقود إسرائيل وفق الواقع إلى انتخابات خامسة جديدة؟ يعني هذا سؤال مهم. أعتقد بأن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات خامسة، لا يستطيع معسكر التغيير الذي يقوده الآن يعني يوجد مستقبل، حزب يوجد مستقبل بزعامة مير لبيد و بتحالفه مع أحزاب يمين الوسط وأحزاب وسط وأحزاب يسار. لا أعتقد بأنهم سيسمحوا لبنيامين نتنياهو بأن يعني يستمر في حكم إسرائيل، لأن المحاكم يعني قدمت ضده لوائح اتهام بشبهات فساد ورشا واحتيال وخيانة الأمانة. ويعني إذا استمر حكم بنيامين نتنياهو فإن يعني إسرائيل ستصبح دولة يعني لا يسود فيها قانون ولا يسود فيها منطق، وبالتالي تتحول إلى دولة يعني فاسدة بشكل أو بآخر. وبالتالي هناك صراع على شكل الدولة وهناك صراع على إدارة الدولة، مع الاتفاق كل الأحزاب على أهمية أمن إسرائيل للإسرائيليين أولا، ولي يعني الدول التي ترعى إسرائيل بصورة عامة وتجعل من إسرائيل دولة فوق القانون في المنطقة وفي العالم. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد هواش، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله.